مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من 7 دي سبورت. حلقه النهارده مختلفه لان هنتكلم فيها في موضوعات جديده عن تكنولوجيا كره القدم، وطبعا عن كاس العالم، واكيد مش هننسى كمان ان احنا نتكلم عن نادينا العظيم النادي الاهلي. لكن يلا بينا بسرعه جدا نبدا حلقتنا بالعناوين. الاهلي وقع عقود استضافه كاس السوبر الافريقي وكاس الكؤوس لكره اليد. المغرب تبحث عن البرونزية ونهائي المونديال أرجنتيني فرنسي. تكنولوجيا كأس العالم بين الكرة والكاميرا. وأكيد هيكون معانا موضوعات تانية كتير جدا خلال حلقتنا، لكن استنونا بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتابع اخبارنا النهارده، والبدايه عندنا من النادي الاهلي. النادي الاهلي ظهر اليوم كان في مؤتمر صحفي للاعلان عن حفل توقيع عقود استضافه بطولتي افريقيا للانديه ابطال الكؤوس لكره اليد رقم 39 رجال وسيدات، وبطوله كاس السوبر الافريقي لكره اليد رقم 30 رجال وسيدات ايضا خلال شهر مايو المقبل. حضر الاحتفال بكل تاكيد اسطوره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، ودكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. وأيضا كان موجود في الحفل العمري فاروق الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وكل من محمد شوقي وطارق أنديل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي. وأيضا كان موجود الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي. وعقب توقيع العقود قام الكابتن محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي الأهلي وقميص فريق كرة اليد إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، وأيضا نفس الكلام إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. ده كان على هامش حفل توقيع البطولتين دول داخل النادي الأهلي، وكان في احتفالية كده طبعا من خلال النادي الأهلي بهذه البطولات. طبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي مش أول مرة يكون بينظم بطولات من هذا الشكل، قبل كده نظمنا في الفولي وأيضا في الهاندبول، دايما كان بيبقى فيه من النادي الأهلي تنظيم للبطولات. كابتن محمود الخطيب كمان النهاردة قال كلام مهم جدا ولابد ان احنا نسمعه ونعلق عليه، هيكون معانا الكلام بعد دقائق تقريبا. كابتن محمود الخطيب كالعادة بيدي دروس في الإدارة من خلال كلامه النهاردة في هذا المؤتمر الصحفي. كابتن محمود الخطيب قال النهاردة كلام مش هيمشي بس على كرة اليد. تعالوا نسمع مع بعض ما قاله الكابتن محمود الخطيب، ونرجع لحضراتكم عشان نعلق على كلام مهم جدا قاله الكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بنرحب بالسيد منصور أريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد في النادي الاهلي، وبالساده الحضور يعني. ويمكن بمناسبه بمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد الأفريقي، النادي الأهلي لما عرف كده كان يحب أنه هو ينظم هذه البطولة، والحمد لله احنا يمكن النهاردة في مراسم توقيع التعاقد لتنظيم بطولة اليد. أعتقد أن التعاون النادي الأهلي بصفته من يعني الحمد لله من الأكبر الأندية الموجودة على مستوى القارة الأفريقية، أعتقد أنه تنظيم بطولة ممكن تشهد تطور كبير بإذن الله، ودي عادة الكيانات الكبيرة إذا كان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، الاتحاد المصري لكرة اليد مع النادي الأهلي. أعتقد إن شاء الله هنشهد بطولة طيبة بإذن الله تسعد القارة الأفريقية كلها. نأمل في ان احنا ننجح بإذن الله في هذا الأمر. احنا هنشتغل كويس علشان بإذن الله نقدم بطولة على مستوى يليق بالكيانات الثلاثة الكبيرة دي. أعتقد ان التعاقد النهاردة وان كل الحقوق احنا درسناها، اللجنة اللي كانت معانا درستها، وان شاء الله احنا مستعدين لهذا الأمر بإذن الله. يبقى بس حاجة مهمة كنت لسه بكلم فيها الدكتور محمد الأمين، أن وقت البطولة عشان مع منتخب مصر، عشان لعبتنا بتوع منتخب مصر إن شاء الله يكونوا معانا في البطولة بإذن الله، فأرجو التنسيق دوت مع الاتحاد الأفريقي بإذن الله.
بشكركم جدا ان شاء الله، وباذن الله بالتوفيق باذن الله لينا كلنا ان شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا كلمه الكابتن محمود الخطيب، ليها تعليق مهم جدا جدا على كلمه الكابتن محمود الخطيب. النادي الاهلي عنده مصر اولا، جربنا ده في الكوره في بطوله افريقيا، ورحنا كاس العالم للانديه اللي هي بطوله دوليه عالميه الاولى في كره القدم من غير اللعيبه الدوليين، يمكن لحقونا في اخر ماتش بس تقريبا في المباراه الثالث والرابع. لكن النادي الاهلي كعادته عنده مصر اولا. تنبيه الكابتن محمود الخطيب النهارده وطلبه برئيس الاتحاد المصري لكره اليد، قال له ان احنا مش عايزين يبقى في تعارض بين ماتشات المنتخبات وماتشات البطوله دي، عشان ما يبقاش المنتخب ناقص لعيبه او النادي الاهلي ناقص لعيبه. النادي الاهلي بيحط اي حاجه تخص مصر اولا، ده النادي الاهلي، ده الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب وهو بيقول الكلام ده هو مجرب الكلام ده، وعمله قبل كده في كل المواقف اللي اتحط فيها الاختيار بين منتخب مصر والنادي الاهلي، كان الاختيار لمنتخب مصر في اي لعبه، في اي لعبه. خلي بالكم يعني احنا الكوره اللي هي اللعبه الشعبيه الاولى، ده اللي حصل لما اتقال لنا ان لا هيبقى في مساعده وهيكون في امم افريقيا وكاس عالم للانديه هيبقى في تعارض، مش هيبقى في تعارض، لا انتوا هتلعبوا بكامل نجومكم. لكن ده ما حصلش، رغم ان الكابتن محمود الخطيب قال نفس التنبيه على اتحاد الكوره المصري ساعتها وما حصلش. نفس الكلام اتقال النهارده وتنبيه ايضا لرئيس الاتحاد المصري لكره اليد في مؤتمر صحفي، كابتن محمود الخطيب قاله في مؤتمر صحفي على يعني عشان نمنع اي احتمال لاي مشكله. الكابتن محمود الخطيب قال الكلام، ودي الاداره الحكيمه للنادي الاهلي. الاداره الحكيمه للنادي الاهلي اللي دايما حاطه مصر الاول وحاطه مصلحه الفرق كلها. يعني خلي بالك البطوله دي مش نادي اهلي بس، مصلحه الفرق كلها ومصلحه نجاح البطوله دي او نجاح البطوله دي ان يكون النادي الاهلي وكامل الفرق كلها المشاركه في البطوله دي بكامل نجومها، ونفس الوقت او في نفس الوقت ما يتاثرش المنتخبات بوجود تعارض او حاجه مع هذه المسابقات. نروح نشوف بقى حوار تاني لقناه النادي الاهلي مع دكتور منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، ونرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل باقي فقراتنا. احنا متفقين على المكان، النادي الاهلي هنظم في البطولتين الافريقيه في النادي الاهلي في مصر من قبل حتى ما نفكر في مراسم الاحتفال او شكل الاحتفال بالعيد الخمسين. واحنا فكرنا ان ودي مصادفه بس مش اكتر، واحنا فكرنا ان الاحتفال بالعيد الخمسين مش هيكون بس يوم 15 يناير اليوم اللي تاسس فيه الاتحاد من 50 سنه، لا احنا هنمده على السنه كلها، هنحتفل بيه طول السنه من خلال الاحداث الرياضيه اللي هتنظم، ومن ضمن الاحداث واولها هو البطولتين دول. فعشان كده اليوم قيمه كبير، اليوم وضع كبير. pour dire que d'ailleurs l'apothéose هو كاحتفال، كاحتفال نفسه الاحتفال هيعملوه في شهر اكتوبر في الكونغو في بطوله افريقيا الانديه. فعشان كده بقول انا باكد ان هو هنحتفل طول السنه مش بس وقت البطوله اللي هتبقى موجوده هنا في النادي الاهلي. vous savez c'est un grand monsieur que pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour tout ce qui se fait au niveau du club. خرج بشكل يعني في صداقه كبيره، هو بيقولها مسبقا كانوا جم قبل كده وكانوا عاملوا زي زيارات للقاعات اللي هيتنظم فيها والاوتيلات، وطبعا وقسنا عليهم بشكل كبير وقال ان هو يعني مش بس النادي الاهلي، الاتحاد المصري وكمان رئيس الاتحاد المصري بيحاول يوفر جميع السبل علشان التنظيم يبقى كويس. كابتن محمود الخطيب هو بيقول انا مش محتاج اتكلم عليه، هو راجل كبير، راجل كبير في المقام وفي الـ في الـ والاهميه في افريقيا، وهو طبعا بيثني على دوره كبير في الرياضه النادي الاهلي بشكل عام وفي مصر بشكل عام وفي النادي الاهلي بشكل خاص. وهو بيقول انا على يقين التنظيم هيطلع بشكل جيد جدا، خاصه بالدعم الكبير من الاتحاد المصري لكره اليد والكابتن محمود الخطيب واداره النادي الاهلي. شفتوا حضراتكم طبعا رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد وهو بيقول ده اليوبيل طبعا الذهبي ليهم وعايزين يطلعوا حاجه على اعلى مستوى، فبالتالي النادي الاهلي هو احسن اختيار ليهم عشان تطلع البطولات دي بمستوى يليق بقيمة القارة الأفريقية وأيضا بقيمة النادي الأهلي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نستكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم تاني عشان نتابع باقي المؤتمر الصحفي، كان لينا بعض اللقاءات التانية كمان هنشوف منها دلوقتي الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وحوار خاص جدا لقناة النادي الأهلي. يلا بينا نشوفه ونكمل حلقتنا. من المؤكد طبعا ان احنا في الاونه الاخيره مصر بتتمتع ببنيه تحتيه متميزه من صالات وقاعات وكل الامور المتعلقه اللوجستيه والفنيه المتعلقه باقامه بطولات عالميه.
أثبتنا من خلال هيئات كثيرة جدا أن مصر قادرة على تنظيم هذه الأحداث أو هذه البطولات. والنادي الأهلي مؤسسة تربوية متميزة يملك من قدرات أبنائه ويملك من الإمكانات ما يتيح له أن تكون هذه البطولة القادمة بإذن الله والبطولات القادمة بإذن الله في أعلى مستويات التنظيم. فإحنا كلنا ثقة في هذا التنظيم. إحنا بنتوجه بالشكر لكابتن محمود الخطيب والسادة أعضاء مجلس الإدارة لتيسير كل الأمور المتعلقة بهذا الحدث. وفي الحقيقة إحنا استضافتنا لهذه البطولات في مجال كرة اليد بتمثل إضافة كبيرة جدا، باعتبار ان انا اعتقد ان كرة اليد بتمثل لعبة شعبية تانية بعد كرة القدم. فدي يعني بتوسع من قاعدة المشاهدين، بتزيد من المهتمين باللعبة، بتحسن من مستوى الأداء، خاصة ان احنا الفرق المشاركة هتبقى قوية. بنسمح من خلال البطولة بلاعبين أجانب في المشاركة، ده بيخلي الاحتكاك لفرق المنتخبات بتاعتنا او على مستوى، باعتبار ان الانديه اللي موجوده هي قوام المنتخب المصري فعلا، من الاهلي ومن الزمالك ومن الانديه الاخرى. طبعا احنا كل دي توجهات احنا بنستفيد بيها كاتحاد كرة يد في الارتفاع بالمستوى الفني. واحنا طبعا من خلال هذا التنظيم اللي بيكلف النادي الاهلي مشقة اداء وعناء وتنظيم، احنا مع النادي الاهلي في يعني في 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 نفس الاتجاه، بنتعاون الى اقصى ما يمكن بيننا كممثلين لمصر. وباذن الله بنتوقع ان البطوله تكون من انجح البطولات اللي هتتعمل او اتعملت باذن الله. في الحقيقه هي يعني مصر بالنسبه للقاره الافريقيه هي ايقونه القاره لا شك. احنا في مجال كره اليد نتسيد القاره الافريقيه، لنا مكانتنا على المستوى القاري والمستوى العالمي بما حققناه من البطولات الإفريقية في جميع المراحل السنية. من المؤكد ان احنا مصر لها البادرة في انها تحتفل مع الاتحاد الإفريقي باليوبيل. مصر دايما عطاءة، أدائنا وبيخلينا دايما في مقدمة الدول اللي بيبقوا الاتحاد الإفريقي يبقى سعيد جدا واحنا سعداء معاه ان احنا ننظم البطولة داخل مصر. كابتن محمود الخطيب أولا على كافة المستويات هو قيمة فنية، قيمة إنسانية، قيمة إدارية، قيمة لا خلاف ما يتمتع به من خلق وما يتمتع به من قيادة إدارية وما يتمتع به من حب وإخلاص للنادي الأهلي والمصر. فيعني أعتقد مش أنا اللي بقولها، هو قدوة لكل شبابنا. فطبعا إحنا بنعتز بالقامات والقيادات اللي بتكون زي كابتن محمود الخطيب اللي لا يختلف عليه اثنين مطلقا بانه عطاؤه بلا حدود وحبه لمصر بلا حدود. واحنا سعداء جدا جدا كاتحاد مشارك مع النادي الاهلي في ان احنا ننظم هذه البطوله، وانا على يقين ان هو عامل مساعد واساسي في الارتقاء مش بالكرة اليد، لا هي الاهلي كمؤسسه تربويه زي ما قلت قبل كده، هي مع كل الالعاب وكل الانشطه احنا بنتابع وبنشوف قد ايه التقدم الملموس في كل الرياضات. فطبعا بنتمنى التوفيق للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره الموقر، وبنتمنى التوفيق للنادي الاهلي وجميع انديه مصر في تقديمها كل شيء جميل لبلدنا الحلوه مصر. الله يخليك. زي ما حضراتكم شفتوا اللقاء الخاص برئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، كلام طبعا كبير جدا وكلام مهم عن تنظيم النادي الاهلي لهذه البطولات، وكلام مهم عن كابتن محمود الخطيب اللي هو حقيقي قدوة لكل شاب ولكل راجل في مصر، ان هو يبقى جزء من محمود الخطيب ده شيء كبير جدا جدا جدا. كمان كان لينا حوار مع الاستاذ اليزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي لكرة اليد، تعالوا نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الاتحاد
قبل ما يكون فخر المغرب هو فخر جميع الدول الإفريقية والعربية، والعمل اللي كيقوم به رئيس الاتحاد المغربي فوزي القجاع جاب النتائج ديالو، وبالتالي هذه انطلاقة العالمية، وانتظر المغرب في كرة القدم الرجوع ديالو بقوة للحضيرة الدولية والإفريقية. وأنا مسرور كباقي العرب وكباقي الأفارقة. صحيح أنه أمس كان انهزام ديال المنتخب الوطني، ولكن هذا كان راجع بالأساس للإصابات اللي كانت عند اللاعبين، وكان ظن أن المنتخب كان في المستوى تطلعات الشعب المغربي والعربي والإفريقي عامة. وبطبيعة الحال مش هذه مش أول مرة الأهلي ينظم، دي تاني مرة نيجي لحديرة المقر نادي الأهلي. طبيعة الحال هذه مهمة، هذه البطولة مهمة بشكل كبير عند الاتحاد الإفريقي، لأنه كتجيب بالاحتفال بمناسبة 50 لتأسيس الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الإفريقي كان حريص أنه يسند هذه البطولة النادي في حجم كبير اللي يمكن يساعده على إنجاح هذه الاحتفالية. والأهلي ليس بغريب عليها جميع النجاحات في جميع الرياضات، والكلمة كانت شافية ديال الدكتور منصور أريمو، ولا حتى رئيس نادي الأهلي الخطيب، ولا حتى رئيس الاتحاد، الكل أجمع أنه غتكون احتفالية في مستوى الاتحاد القاري إن شاء الله. هو صحيح أنه النادي الأهلي متشبت أنه تكون البطولة داخل النادي، وبطبيعة الحال قمنا بزيارة ديال الصلاة الاثنين، وعطينا موافقة مبدئية على الصلاة بجوج في انتظار بعض الإصلاحات الطفيفة إن شاء الله اللي غتكون. ولكن الكل في أعضاء اللجنة اللي جات لزيارة التفقدية أجمع أنه الأهلي غادي يكون في مستوى الحدث إن شاء الله، والملاعب تاع نادي الأهلي كبيرة على مثل هذه الأحداث. كنظن أنه غتنجح في التنظيم وغتنجح في استقبال 20 فريق اللي غادي يحضروا لمصر من أجل نيل البطولة والكأس إن شاء الله. زي ما حضراتكم شفتوا تعليق الناس على البطولة دي، وتعليق النادي الأهلي هيكون بالرد، أو كلمة النادي الأهلي هيقولها بتنظيم البطولة دي زي ما احنا متعودين من النادي الأهلي دايما. طبعا نروح بقى لأخبارنا، ونروح لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي اللي توج بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق هليوبلس بنتيجة 75-62 في المباراة النهائية التي أقيمت أمس على صالة استاد القاهرة الدولي. قدم فريق سيدات السلة عرض قوي جدا أمام فريق هليوبلس، وتفوق في الفترة الأولى بنتيجة 26-22، والفترة الثانية اتأخر النادي الأهلي بنتيجة 38-32، لكنه قدر يعود على طول في الفترة الثالثة بنتيجة 48-47، وطبعا وصلوا التألق والامتياز لينجح الفريق بإنهاء المباراة بنتيجة 75-62 ويحصل على لقب. هو اللقب ده الثاني هذا الموسم طبعا، وعقب نهاية المباراة تسلم اللاعبين والجهاز الفني الميدالية الذهبية وكأس البطولة زي ما حضراتكم شايفين الاحتفالات مع الجمهور. حاجة مشرفة جدا، دايما فرق النادي الأهلي بيتعرفنا الحماس والقوة في الماتشات اللي زي دي. النهائيات في النادي الأهلي كلها كده يعني، واحنا عندنا ما شاء الله يعني الفرق كلها في النادي الأهلي دلوقتي على وشك انها يتحقق بطولات، يا ماشية في مركز اول في كل بطولاتها يعني، حاجة عظيمة جدا يعني. وطبعا هنتابع مع بعض دلوقتي مع بعض بعد ما نخلص بس الاحتفالات دي، انا بحب اتفرج على منظر الاحتفال من لاعبات النادي الاهلي او لاعبين النادي الاهلي في اي بطوله، حاجه بتخلي اي اهلاوي سعيد يعني، بتضيف للاهلاويه فرحه جديده يعني. نروح بقى مع بعض بعد خبر سيدات السله، وبعد ما شفنا الاحتفال زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، هنشوف مع بعض نتائج الاسبوع اللي فات في مختلف اللعبات، وهنشوف كمان الماتشات اللي هنلعبها الاسبوع الجاي. هنبدا من فريق كره القدم طبعا اللي قدم مباراه، انا من وجهه نظري او مش بلاش انا يعني، الاهلاويه شايفين انه مباراه كبيره وكسبنا 3-0 ومكسب كبير على فريق الاتحاد السكندري اللي ماشي كويس قوي في الدوري الممتاز، وقدموا مباراه من الشكل التقيل يعني. 3-0 دي نتيجه مش صغيره، لكن مستر كولر نفسه بقى شايف ان في اخطاء وان هو لازم يعالجها ويشتغل. دي عقليه مدرب، دي حاجه كده تقول لك ان عقليه المدرب ده لا عايزه تبين لك بعد كده ان في شغل وفي حاجات كتير قوي. تعال نشوف بقيه نتائجنا بقى على الشاشه معانا دلوقتي، ونشوف مع بعض
بقيه نتائج الفرق الاخرى، ونبدا من كره اليد سيدات اللي انتهت المباراه بين اتحاد الشرطه والاهلي بنتيجه 50-14. ويلا نروح لكره السلة رجال، الأهلي وسموحة 91-48 للأهلي طبعا. وبعد كده بقى ده مشوار البنات في بطولة كرة السلة سيدات، زي ما حضراتكم شايفين الأهلي والشمس 76-45 للنادي الأهلي، الأهلي والزهور 97-49 للأهلي، الأهلي والجزيرة 80-67 للأهلي، الأهلي ومصر التأمين 72-43، وطبعا مباراة البطولة الأهلي والهليوبلس اللي لسه كنا بنتكلم عليها 75-62. ونروح بعد كده لكرة الطائرة رجال اللي كان عندهم مباراتين، الأهلي والترسانة 3-1 والأهلي واسكندرية للبترول 3-0، فوز بالنادي الأهلي في المباراتين طبعا. ونروح بعد كده للمباريات القادمة، نشوف بقى مع بعض الأهلي هيلاعب مين في الأسبوع المقبل. يوم 16-12 فريق كرة الطائرة سيدات هيلعب الاتحاد، ويوم 16-12 أيضا دوري كرة السلة رجال الأهلي والزهور، وبعد كده معانا يوم 16-12 أيضا دوري كرة اليد سيدات الأهلي ومنوف الرياضي، بعد كده يوم 19-12 دوري كرة الطائرة سيدات الأهلي هيلعب 6 أكتوبر، ويوم 19-12 أيضا دوري كرة السلة رجال الأهلي والزهور. دي كانت نتائج الماتشات اللي فاتت، وكمان شفنا هنلاعب مين الاسبوع الجاي في كل الالعاب. هنطلع فاصل بقى ونرجع عشان نشوف كاس العالم واخبارنا العالميه، وهنتكلم عن التكنولوجيا الجديده اللي احنا بنشوفها لاول مره في قطر 2022. فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى. في لقاء لا يقبل القسمه على اثنين على ملعب لوسيل، حجز منتخب الارجنتين مقعده في نهائي كاس العالم بفوزه على كرواتيا بثلاثيه بيضاء. الهدف الأول حمل توقيع النجم ليونيل ميسي من علامة جزاء قبل أن يضيف زميله جوليان ألفاريز الهدف الثاني، ليعود اللاعب ذاته ويخطف الهدف الثالث في لقاء شهد تفوقا واضحا من التانجو وغيابا تاما لمودريتش وزملائه، في لقاء صنع فيه ميسي ورفاقه متعة كرة القدم التي يبحث عنها عشاق الأرجنتين، ليصبح ميسي أكثر لاعب حالي يسجل أهدافاً في كأس العالم برصيد 11 هدفاً، يليه النجم الألماني توماس مولر برصيد 10 أهداف، ثم كيليان مبابي بتسعة أهداف، ليضرب موعداً مع منتخب فرنسا في المشهد الختامي الذي فاز على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل على ملعب البيت عبر لاعبه ثيو هرنانديز بعد 5 دقائق فقط من صافرة البداية، قبل أن يسجل زميله كولومواني الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليتوقف قطار أسود الأطلس عند المربع الذهبي بعد رحلة مليئة بالمفاجآت والتحديات والنجاحات، ضاربا موعدا مع نظيره الكرواتي من أجل الظفر بالميدالية البرونزية. يعني الواحد نفسه كأس العالم ما يخلصش الحقيقة، تقرير طبعا ممتاز من زملائنا في الإعداد، لكن كأس العالم المرة دي غير اختلافه وغير اللي بتعمله المغرب وغير الحاجات دي كلها، لكن فعلا في ارقام كتير وفي حاجات كتير هتتراجع. يعني اللي بيعمله ميسي واللي بيعمله مبابي اللي لسه 23 سنه ده، لسه كمان ده ممكن وارد انه ياخد كاسين عالم وهو في السن ده. دي حاجه ميسي لحد دلوقتي ما خدش كاس العالم، كريستيانو رونالدو لحد دلوقتي ما خدش كاس العالم وخلاص غالبا مش هياخد كاس العالم، لكن اللي بيحصل من مبابي ده اعجاز. يعني حتى لو هو ما خدش كاس العالم تاني، هو اوريدي محقق كاس العالم، وارد انه يبقى احسن لاعب في العالم، وارد ان هو يبقى الخليفه بتاع ميسي ورونالدو، ماشي على نفس النهج بتاعهم يعني. لكن الحقيقه المغرب كل التوفيق ليها طبعا في المباراه بتاعه كرواتيا عشان يحصدوا المركز الثالث، وانا شايف او احنا كعرب كلنا شايفين ان المغرب عملت اللي عليها، حتى لو ما حصلتش المركز الثالث هي فعلا ادت ما عليها بالكامل. كل ما فيش مواطن عربي مش فخور باللي عملته المغرب المره دي. وبعدين المغرب فتحت المجال بقى وعلت سقف طموح المواطن العربي ان هو يطمح في كاس العالم. يعني انا دلوقتي كمواطن مصري، المشجع العربي عموما، يعني انا كمواطن مصري ليه مصر ما تاخدش كاس العالم؟ ما خلاص ما المغرب فتحت لنا المجال وفتحت الطريقه كمان، او خلت الطريقه موجوده، النو هاو بتاع المغرب دلوقتي موجود. تقدر جدا اي منتخب عربي يقدر جدا انه يكون زي المغرب، الاكاديميات شيء سهل، الدورات التدريبيه متاحه، كل الكلام ده شيء متاح. تعالوا بقى نتكلم في قصه تانية في كاس العالم، وقصه بالنسبه لي انا
مش جديدة، لأن هي بدأت بالفار من فترة، وتكنولوجيا أدوات كرة القدم بيتطور بشكل رهيب ومهول. لكن التقنيات الجديدة اللي في قطر 2022 دي حاجة يعني بتوصل كرة لحاجة جديدة خالص بقى. تقنية الأوفسايد الإلكتروني دي مثلا، التقنية دي على قد ما أنت بتشوف الموضوع في ثواني، إلا إن هم اشتغلوا عليها وعلى تطورها بشكل يعني حاجة صعبة جدا. الكرة فيها أجهزة، اللعيب نفسه معمول له نقط وهمية، النقط الوهمية 29 نقطة بالظبط على اللعيب. ال 29 نقطة دول متربطين مع 6 كاميرات خاصين فقط بالأوفسايد موجودين في سقف الاستاد. الكاميرات دي كل هدفها إن هي تعمل الخط مظبوط بتاع الأوفسايد وتصوره مظبوط، مع النقط الوهمية اللي في اللعيبة، مع الإحساس بتاع الكورة بقى. الكورة نفسها دلوقتي بتكلم الفار، بتكلم الفار وبتكلم الحكم. الكورة نفسها بتقول لك هي طلعت إمتى ولمست مين. تخيل ان الكوره مثلا الجون بتاع كريستيانو رونالدو ده كان سهل، لو التقنيات دي مش موجوده يتحسب لكريستيانو رونالدو، لكن الكوره قالت لهم لا كريستيانو ما لمسنيش، برونو فرنانديز هو صاحب الهدف ده. الاوفسايد دلوقتي مفيش مجال ان انت تراجع ورا الحكم، لان الحكم مش هو صاحب الشأن خلاص. التكنولوجيا وصلتنا لمرحله ان مفيش لعيب يقدر يروح يعترض على الحكم. اللعيب دلوقتي هو عارف ان ده شيء يعني حاجه كده هيبقى خلاص، مفيش مجال للاعتراض، مفيش مجال ان هو يقول لا، مفيش مجال ان هو يقول لك انا ما عملش اوفسايد. لا انت اوفسايد، وادي التقرير الالكتروني اللي جاي لي اهو، التقرير بيجي في ثواني، حاجه كده على طول تعرفك انت عملت ايه في الهجمه بالظبط، اخر واحد لمس الكره مين، الكره طالعه امتى، الخط المعمول ما بقاش وهمي 100% زي الاول. الاول كان بيتعمل بايد بشريه، دلوقتي لا، الكتروني، كل حاجه معموله بشكل الكتروني، معموله بشكل وخلي بالك النقط اللي على اللعيب دي بتتحرك 50 مره في الثانيه، يعني مناخيرك ممكن تكون اوفسايد، صباع رجلك ممكن يكون اوفسايد. الحاجات دي، التطور ده ما نعرفش هيروح فين بعد كده، دور الحكم هيبقى ايه بعد كده. كمان الحكم دلوقتي هو لازم يكون شخص قوي يدير المباراه، لكن 90% من القرارات بتاعه المباراه دلوقتي الكترونيه. لما يبقى ضربه الجزاء بترجع للفار، الاوفسايد الكتروني، حتى الوقت الضايع اللي كان الحكم هو المتحكم فيه بشكل فردي، كل ده بقى الكتروني. الوقت الضايع دلوقتي بيتحسب بالثانيه. الحاجات دي كلها مع الوقت ومع اللي جاي كمان من تطور تكنولوجي في كرة القدم، لا احنا بنتكلم في حاجة مرعبة يعني. وهل ده هيتطبق في العالم كله؟ خلي بالك الكلام ده بيتطبق في قطر في البطولة العربية وفي كاس العالم، يعني اوريدي الحاجات دي اتطبقت واتجربت في بطولتين قبل كده. انما احنا بنعمل حاجة دلوقتي ما تعرفش واخد الكرة على فين. التدخل التكنولوجي الرهيب ده وابعاد العنصر البشري عن كل حاجة فيها شك، خلاص اللعيبة كلها مش هتقدر تعترض، اللعيبه كلها مش هتقدر تقول للحكم دي مش ضربه جزاء، خلاص الفار موجود، ما تقدرش تقول ده مش اوفسايد، الفار مش الفار بقى، الاوفسايد الالكتروني موجود. دي حاجه جديده جدا وما نعرفش على ما توصل لنا هتبقى عامله ازاي الحقيقه، وهل تطبيقها هنا هيبقى سهل ولا لا. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في 7 داي سبورت. وعدنا عليكم من جديد عشان ننتقل الى فقره الصحافه، والبدايه من صحيفه لاناسيون الارجنتينيه، واللي كان عنوانها الأرجنتين في نهائي كأس العالم تتألق مع ميسي الرائع وتنتظر منافسها يوم الأحد. وإلى صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية وكان عنوانها المعجب ألفيريز بعد 11 عام طبعا المقصود هنا أن ألفيريز كان أحد معجبي ميسي من 11 سنة وطلب صورة معاه، ودلوقتي بيلعب في المنتخب الأرجنتيني معاه في نفس الفرقة. وننتقل إلى صحيفة سبورت الأسبانية واللي قالت مودريتش ينتقد الحكم ويقول لا أصدق أنه منح تلك العقوبة، وده كان تعليق لوكا مودريتش على ضربة الجزاء اللي احتسبت للأرجنتين وسجلها ميسي. معنا بقى النهارده كمان لقطه الاسبوع هي شيء سعيد للرياضه، انتصار للرياضه الحقيقه، يعني لما يكون في 2 لعيبه بيتنافسوا على الوصول لنهائي كاس العالم، والاثنين لعيبه بيلعبوا في نفس النادي وفي صداقه بينهم وفي حب بين اللعيبه دول فعلا يعني، وفي رقي في التعامل. لما تشوف العلاقه بين اشرف حكيمي والعلاقه بين كيليان مبابي هتعرف ان كره القدم هي شيء راقي جدا، هتعرف ان الكوره هي شيء فعلا يدعو للسلامة الرياضية والسلامة النفسية. السلام النفسي اللي عند البني آدمين دي باين في الصور اللي قدامنا دي. الحاجات كلها في النهاية أو الكورة كلها في النهاية منافسة شريفة. إحنا فعلا قصاد حالة
مش استثنائية، دي حالة متكررة في الملاعب. لكن لما تبقى قبل نهائي وتبقى في مباراة بتوصلك لفاينل كاس عالم، ونشوف الود اللي بينهم ده، تبديل التيشيرتات والاثنين يلبسوا تيشيرتات بعض، والاثنين يعني اللي واسع اشرف حكيمي، اكتر لاعب واسع اشرف حكيمي هو كيليان مبابي اللي كان خايف عليه هو قبل الماتش، كان فيه حتى بينهم احضان وكل يعني. بص اللي حاصل ده، هي دي الرياضه، ده المعنى لان تبقى انت في بطوله عالميه ويبقى فيه احترام بين كل الاطراف. لما يبقى المنافسه في الملعب، وعلى فكره الاثنين في الملعب ما يعرفوش بعض، كل واحد فيهم كان عايز يكسب، وكل واحد فيهم كان عايز يوصل لنهائي كاس العالم، ده حلم كل واحد فيهم يعني. يمكن كريم بقى بيحققه قبل كده، لكن اشرف حكيمي دي حاله استثنائيه. ده المغرب ممكن ما توصلش للمرحله دي، الله اعلم. طبعا نتمنى ان كل الفرق العربيه تحاول توصل للمرحله دي، لكن انت بتتكلم على لاعب بيوصل لاول مره للمربع الذهبي، بيوصل لاول مره لانه بقى عنده امل يلعب كاس عالم، وبنشوف الحاله اللي بين الاثنين لعيبه بتمشي بطريقه. انا فعلا معجب ان كاس العالم قدر يعمل كده، قدر يعمل بين لاعب عربي ولاعب فرنسي سنغالي او فرنسي. يعني المهم ان هم في الاخر وصلوا للمنظر اللي احنا شايفينه مع حضراتكم، وصلوا ان هم يبقى في الاخر الاثنين خايفين على بعض في الملعب، بره الملعب الاثنين صحاب، الاثنين بيلعبوا في نفس الفريق، الاثنين هدفهم واحد، كل واحد هدفه ان هو يحقق حلمه بالوصول لكاس العالم، لكن الروح الرياضيه تنتصر. تعال بقى نشوف مع بعض مصر. ما كانتش موجوده في كاس العالم لكن ولاد مصر موجودين. مصر ما حالفهاش الحظ انها توصل لنهائيات كاس العالم ولا تنافس، لكن ويجز هيغني في حفله النهائي، ومخرج الاغنيه مصري ايضا، علي العربي احد المخرجين الشباب العرب الناجحين جدا، وهيكون معانا على التليفون دلوقتي. علي العربي مساء الخير، ازيك على التليفون معانا على قناه النادي الاهلي؟ علي مساء النور، وشكرا على استضافتي، وشكرا على الكلام الجميل ده، وانا اسف جنبي دوشه بس بنجهز للختام. لا احنا عارفين اللي انت فيه طبعا، يعني ده ختام كاس العالم مش اي حاجه يعني. ربنا يعينك طبعا حبيبي. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. قول لنا الفكره جت ازاي، وقول لي كده ويجز هيعمل ايه بقى في نهائي كاس العالم. هتكلم على الفكره بتاعت ليز ويجز الاول. كلمني حسن الزوادي، هو شخص من الناس الامين العام، مش حافظ الفاتح بتاعه بس هو الامين العام للمشاريع والارث، هو مسؤول عن كاس العالم يحصل يعني، وقال لي عاوزين نعمل حاجه عربي تلخص قد ايه احنا كعرب مرحبين بين كل الناس من كل حته في العالم، وعاوزين ارتست عربي. وهو قال لي فكر معايا، فقلت له ويجز. قال لي طبعا يلا. انت اللي اخترت ويجز كمان؟ هو احنا الاثنين عشان بس ما طب قول لي اختيار ويجز ليه برضو؟ ويجز طبعا فنان رائع وشكل جديد للاغنيه العربيه، لكن قول لي اختيار ويجز ليه برضو؟ انا بحس ويجز بيمثل جيلنا، وويجز بيقول كلام مهم بين السطور دايما، هو ما بنركز بنفهمه. فمن اول اغنيه 21 لما كان بيتكلم على جيلنا برضو فرص، ودلوقتي وهو بيحلم وبيحقق احلامه وبيتكلم ان في امل. ويجز انا اشتغلت معاه قبل كده اغنيه لفيلمي كمان بعتها عن لاجئين، ورحب وعمل جواده بليدي، وعارف كان ما خدش اجر عليها، وكان بيعملها لدعم اللاجئين، والفلوس اللي جت منها راحت للاجئين. فوجز ارتست انا يعني مبسوط انا بشتغل معاه، ومرن ومجنون يعني. حتى ما قلنا له الميوزك فيديو، انا عاوز اصور في مكان حقيقي، والناس مش عارفه انت مين في الاول، زي بدايه الميوزك فيديو كده، ونحط تحطك في النص وتلعب مزيكا وتبدا تخلي كل الناس في العالم اللي من كل حته في العالم يعني تندمج وتتفاعل مع مزيكا العربي. قال لي انا موافق، قلت له احنا عايزين سوق واقف يعني، احنا عايزين سوق بجد. قال لي ما عنديش مشكله، قلت له الناس هتلم عليك وهتتمرمط. قال لي ما عنديش مشكله. طب قول لي بس في حاجه كده بس صغيره، الاخراج لاغنيه زي دي في حدث عالمي اسهل ولا الاخراج لفيلم اصعب؟ انت هنا متشاف من العالم كله طبعا يعني. بصراحة يعني أنا يعني سؤال صعب أوي يعني. لا الفيلم طبعا أصعب. الفيلم مجهود أكتر طبعا، بس ده حدث هيتشاف من العالم كله. إحنا أفلامنا بتتشاف من العالم كله. يعني هو ما كانش فيه يعني خوف تبقى صعبة ولا سهلة، كان فيه فكرة تعالى نعمل حاجة شكلنا، نتكلم لغات جيلنا ولغتنا العربي بالبيت بتاعنا العربي، و
وبس يعني مثلا يعني احنا عملناها في 6 ايام اصلا، ما خدتش وقت كتير يعني. طبعا احنا بنتمنى لك التوفيق كممثل لمصر دلوقتي في كاس العالم انت وويجز، وان شاء الله تعملوا حاجه تكسر الدنيا بقى في نهائي كاس العالم ان شاء الله. والله وان شاء الله كاس العالم اللي جاي يبقى المنتخب بتاعنا موجود وتحلى. شكرا يا علي، ربنا يخليك. شكرا يا علي، وبالتوفيق ان شاء الله في الاغنيه. دي كانت حلقتنا النهارده من 7 دي سبورت، نتمنى ان احنا نكون قضينا كده يعني مع بعض وقت ظريف، نضيف لحضراتكم جزء بسيط معلومات جديده، يعني اتكلمنا عن التقنيات الجديده في كاس العالم، واتكلمنا عن حاجات كتير مختلفه النهارده، وكان معانا علي كمان ممثل مصر في كاس العالم، ان شاء الله هو ويجز يعملوا حاجه تشرف مصر برضه. على ان نلقاكم ان شاء الله، في الختام خير سلام.